مولود العذراء أسبوع مهم جدا ناجح، بيحمل أخبار سارة ومفرحة بالرغم من المواقع الفلكية الغير مناسبة من الأسد، الشمس، الزهرة، من السرطان وعطارد والقمر الجديد نهار السبت يلي بيهدد نجاحاتك المهنية. بتلاقي حالك تحت عبء المسؤوليات وبتشعر إنه الأجواء متشنجة، بدك تكون هادي وإيجابي وما تلجأ للعدائية مهما كانت الظروف. بترتفع المعنويات بشكل كبير مع بداية الشهر الثامن من شهر آب، لحظة وصول القمر لبرجك بين الأحد والثلاثة، ثلاث أيام بخلوك تحقق انتصار وبتظهر مزايا رائعة بتلفت الأنظار. أجواء حلوة بتعيشها ومهمة بتحقق لك أحلامك وبتعطيك الدعم حتى تتقدم بطريقة سريعة جدا جدا، بتستعيد حماستك وتفاؤلك ونشاطك وحيويتك على كافة الأصعدة، رح تتصاعد شعبيتك وبينفتح قدامك فرص مهمة للقيام بأعمال عديدة. بتهتم للدفاع عن مشروع مهم وبتفكر بالسفر وبتخطط لرحلة، من أجمل أيام الأسبوع فيها استعادة موقع وعودة للنشاطات الداعمة. كمان رح تتوضح الصورة الفلكية مع وصول القمر للميزان الأربعاء والخميس، يومين حلوين من البيت الثاني بيت المال، بتقدر تعيش فترة جيدة وحافلة بالنشاطات الاجتماعية وغيرها. بتتجاوب مع التأثيرات الفلكية وبتحقق معظم رغباتك، بتزداد شعبيتك وبتفرح لوجود أشخاص أوفياء بالقرب منك. بتتابع التأثيرات الإيجابية مع انتقال القمر للعقرب نهار الجمعة يلي بيشكل مربع فلكي مع الشمس من الأسد، وبيكون بانتظارك رحلة أو عقد عمل أو ترويج ناجح لأعمالك أو شراكة، ظروف واعدة بتساعدك حتى ترتب أوراقك وملفاتك. الضوء أخضر معك بهالأسبوع، بهالأسبوع المهم جدا لكنه متطلب، حاول قد ما بتقدر تبتعد عن المشاكل. عاطفيا بدك عم تعيش لحظات حلوه شيئه ومفاجآت ولقاءات استثنائيه تحت تأثيرات الزهره من برج السرطان، لحظات حلوه بالاخبار والتطورات والانسجام والجاذبيه، ممكن تفرح لانفراج عاطفي وعائلي كبير وراح تكون على موعد مع التناغم ومصالحه مع الشريك والاولاد. اما العازب الاجواء الرومانسيه راح تزيدك جاذبيه وتحتفل بمناسبه عائليه او بتكون على موعد مع سفر حلو.